دكتورة شمام سلوان عبد الكريم، طبيبة أسنان عامة في مجمع البشرى للتخصصات الطبية. نحن كادر مجمع البشرى للتخصصات الطبية في قسم الأسنان، نسعى دائما لتقديم كل ما هو أفضل في كل ما يختص بصحة الفم والأسنان، وإدارة المجمع حريصة على تزويد القسم بكل ما هو جديد ومتطور للوصول إلى أعلى معايير الجودة فيما يختص بخدماتنا الطبية. أكثر مشاكل التي نواجهها مع الأطفال هو زيادة في معدلات التسوس عند الأطفال، يبتدي حتى من أعمار مبكرة جدا، من أعمار سنة وسنة ونصف نلاحظ وجود تسوسات في أسنان الأطفال. طبعا الأسباب وراء هذه التسوسات متعددة، منها ما يكون ما هو داخلي من تركيبة الأسنان، ومنها ما يكون هي عوامل خارجية. طبعا العوامل الداخلية هي عوامل جينية أو عوامل ضعف التغذية الأم خلال فترة الحمل، والعوامل الخارجية هي ما بعد ظهور وبروز الأسنان من نوع الغذاء وعدم الاهتمام في تنظيف الأسنان بصورة جيدة. طبعا الرضاعة الطبيعية هي أفضل، حيث نوع حليب في الرضاعة الطبيعية يختلف عن نوع الحليب في الرضاعة الاصطناعية، ونحن نواجه مشاكل كثيرة مع الأطفال اللي معتمدين اعتماد كبير على الرضاعة الاصطناعية بسبب نوع الحليب وكثافته، مما يؤدي إلى ظهور تسوسات مبكرة عند الأطفال. فيما يختص بالتقويم عند الأطفال يختلف الموضوع من حالة إلى أخرى، هناك مشاكل في شكل الأسنان نفسها، هذه تبدأ ممكن من بعد ما تظهر كل الأسنان الدائمية وممكن تبدأ مرحلة العلاج، وهناك ما هو يكون له علاقة في شكل العظم ونمو العظام في الفكين، فهذه تتطلب تدخل مبكر حتى يمكن من عمر 7 و8 سنوات ممكن يدخل طبيب التقويم في مثل هذه الحالات. طبعا بالبداية احنا ابدا دائما في اسنان اللبنية للاطفال دائما نحاول انه ما نلجأ الى القلع المبكر، لان القلع المبكر الى مشاكل الكثيرة، منها مسافات المهيئة للاسنان الدائمية تبدأ بالانكماش مما يؤدي الى مشاكل في التراكم للاسنان الدائمية، وايضا القلع المبكر الاطفال بسبب معاناة للطفل فيما يختص في الاكل، لأن هذه الأسنان اللبنية طبعا في خطأ شائع عند الأهالي يتوقعون أن الأسنان اللبنية بتسقط بالشكل المبكر، لكن هي أغلب الأسنان اللبنية تستمر مع الطفل عمر 12 و13 سنة، فهو عمر طويل، فلازم أنه نحاول في كل هذه الفترة أنه نحاول نحافظ عليها بكل ما نستطيع، يعني ما نلجأ للقلع بصورة مبكرة. طبعا الاهتمام بصحة الأسنان اللبنية تبدأ من المرأة الحامل وهو الطفل لسه جنين، لأن تغذية الأم خلال الحمل بيأثر بشكل كبير على نوع الأسنان للطفل، فتغذيتها من الكالسيوم والأملاح والمعادن هذا اللي يسبب أنه تكون الأسنان قوية، هذا أول شيء. بعد ظهور بروز الأسنان لما يكون الطفل رضيع في عمر 5 أو 6 أشهر بتبدأ الأسنان اللبنية في البروز، هذه المرحلة اللي المفروض الأم تبدأ فيها بالاعتناء بنظافة الأسنان ودائما بمحاولة تنظيفها، حتى ممكن بالوسائل البسيطة المتاحة لدى الأم، لكن يجب أن لا تهمل أبدا الأسنان حتى لو في بداياتها. وطبعا بعد ما يكبر الطفل اللي يدخل في عمر 1.5 سنة 2 سنين يكون الأسنان اللبنية تحت المتابعة الدائمة من قبل الأهل، ولو في اي شيء يعني يحتاج يحس الوالدين انه يحتاج الى المعالجه يجب زياره طبيب الاسنان واخذ الاستشاره. طبعا فيما يختص بالنسبه لمعاجين الاسنان اللي متوفره في الاسواق كلها محدده بفئات عمريه يجب الالتزام بها، لان المعاجين الاسنان فيها نسبه من الفلورايد، وهذا الفلورايد لكل فئة عمرية إلى نسبة خاصة يجب أن تلتزم بها، فالاختيار المعجون يكون على حسب الفئة العمرية اللي يكون فيها الطفل.